تجارب استاذ رأفت، هي معلومه حضرتك وصلت وشكرا جدا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. احنا معانا الاعلاميه الكويتيه الاستاذه فجر السعيد، اعلاميه كويتيه وكاتبه ومنتجه. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا اهلا. صباح الخير او مساء الخير حسب توقيتكم. مساء الخير يا فندم. اختي انا اتصلت امس، شاركت في برنامج 90 دقيقه ولسه بديت اتكلم، بعدين الأخ معتز قاطعني لأني يعني بالبداية بس حبيت أوضح ليش أنا كويتية وممكن أتكلم في شأن الداخلي المصري، فحطيت مبرراتي بس في الدخول. أول ما بديت أتكلم في صلب الموضوع اللي هو الدور الأمريكي في محاولة إسقاط مصر، الأخ معتز قطع الخط وما خلاني أتكلم، فكلمت الإدارة عندكم قلت لهم أنا من حقي أعبر. الأستاذة فجر، طبعا من حقك تعبري وليكي مطلق يعني معاكي لوقتك إنك تقولي وجهة نظرك زي ما أنت عايزة تعرضيها. يعني إذا كنت تنشدون إلى الحرية فيفترض أن تسمعون الرأي والرأي الآخر. طبعا الرأي المؤيد للاستقرار في مصر والرأي المؤيد للأخوان اللي موجودين في التحرير. هذه الحرية بمفهومها اللي أفهمها، لكن غريب أني أنا أجي أسمع حرية من ينتقد أمريكا يقطع عنا الخط، ومن ينتقد بشدة وبقسوة الرئيس حسني مبارك تفتح له المجال للكلام. يعني إذا احنا كنا في الجزيرة مثلا اللي هي تعتبر شعارها تقول الرأي والرأي الآخر، يسمعون رأي واحد بس اللي ينتقد مصر ويشتم في مصر وينتقد الرئيس حسني مبارك بأبشع وأقذر الأوصاف، وإذا واحد دق يتكلم عن استقرار مصر وعن دور مصر الريادي ينقطع عنا الخط. في القنوات المصرية أيضا نفس الشيء. فاهمة أستاذ أختي، أنا أشكر لك إن أنت سامحت لي أتكلم، وأشكر الإعلام المصري اللي سمح لي أنا وغيري إنه ممكن يجي يتكلم ويعبر عن رأيه. بس بعيد جزئية بسيطة من اللي قلته أمس اللي هو سبب كلامي أنا عن الشأن المصري كونه قضية مصرية، ويمكن في مصري قاعد يطالع يقول هذا شأن داخلي ما نسمح لأحد دخل. صحيح شأن داخلي، لكن مصر بالنسبة لي بلدي كما هي بلدكم، بلد والحقيقة وإحنا بالنسبة لنا كل الإخوة، إحنا العرب كلنا إخوة ويهمنا رأيك. تفضلي. الله يخليك. بتكلم في الموضوع. مصر واضح أنها تعرضت إلى مؤامرة، ومؤامرة كبيرة. اللي يسألني شنو دلائلك على المؤامرة، تتذكرون الأحداث اللي من فترة حصلت في لبنان لما عملوا مظاهرة في السوليدير وقعدوا في السوليدير وما تحركوا؟ اللي يتذكر، إحنا للأسف شعب ما نتذكر. اللي يتذكر هذه الأحداث تماما هي بالضبط نفس الأحداث اللي قاعدة تحصل في مصر. لذلك من السهل أن نعرف من خطط إلى الاعتصام اللي تم في السوليدير. السوليدير في لبنان هو مركز لبنان، مثل ما ميدان التحرير هو مركز مصر، نفس المكان ونفس الناس ونفس الفكر. وكانت تنزل لهم بوفيهات أكل، وكان ينزل لهم ريوق وغدا وعشاء وفلوس تتوزع لهم. فأنا بنفسي كنت موجودة في لبنان، سألت مجموعة واقفة قلت له أنت ليش واقف؟ قال لي قاعد أكل ببلاش وأنام ببلاش وعايش ببلاش. أنا ما أشكك في بعض الشباب اللي موجودين في التحرير اللي مطالبهم حقيقة، مطالب شريفة ومطالب لمصلحة مصر. لكن لما خطب الرئيس حسني مبارك طلع وتكلم، أتصور أنه هو أعطى 90% من مطالباتهم. حتى اللي يقول لي ما أعطى الرحيل، هو أعطى الرحيل، هو رجل قال أنا ماشي، وصرح للصحفية الأمريكية قال لها أنا زهقت. واضح أصلا من يتابع الشأن المصري يرى أن الخمس سنين الأخيرة رئيس حسني مبارك يبدو أنه لم يكن يدير الأمور في مصر، والدليل على هذا السقوط المريع للكيان السياسي المصري بهذه السرعة. يعني قبل شوية في واحد ضيف عندكم في التليفون كان يتكلم عن ان احنا استغربنا البلد شلون انهارت بهذه السهوله. واضح ان الانهيار هذا نتيجه ضعف استغله البعض للقفز على مطالب الشباب الواقعيه والطبيعيه بانه يستغله للوصول الى الحكم. يا جماعه خل واحد فيكم يسال نفسه سؤال، الاحداث اللي مصر بدت متى؟ سؤال واحد بس، بدت الاحداث في نفس اليوم اللي أمريكا قالت إن المحكمة في لبنان راح تدين حزب الله
في اغتيال الحريري في نفس اليوم. خلينا نرجع في ذاكرتنا، في نفس اليوم لما كان العالم كله متجه إلى لبنان وشايف الحكومة استقالت والحريري استقالوا وحزب الله هدد في النزول الشارع، في نفس اليوم حصلت الأحداث في مصر. فالناس وعيون الناس وعيون المتابعين كلها ابتعدت من الشأن اللبناني ونست محاكمة الحريري ونست إدانة حزب الله ونست كل اللي حصل وبدأت تركز في الشأن المصري. أكرر، مصر تعرضت إلى مؤامرة. المقصود يا جماعة ما هو الرئيس حسين مبارك، المقصود مصر ككيان، مصر كبلد هي أم الوطن العربي، مصر هي أكبر دولة عربية حقيقي، مش الأكبر في الحجم، الأكبر في القيمة والمعنى. وأنا أكرر ما قلت أمس، مصر هي اللي علمتنا، هي اللي فهمتنا، هي اللي علمت الوطن العربي، هي بعيننا الأم العظيمة الكبيرة. وهذا يعون الغرب، إسرائيل، الغرب غيره، يعون تماما حجم مصر. لذلك السيطرة على الوطن العربي، مجرد إسقاط النظام في مصر، أنا أقصد نظام الحكم، يعني أنا ما أقصد رئيس حسين مبارك ولا أقصد غيره، أنا أقصد نظام واستقرار مصر. الحالة اللي مصر فيها حاليا هي هدم لكل البنية التحتية السياسية، مش البنية التحتية، ما أقصد مواسير وغيره، أقصد البنية التحتية السياسية لقيمة وكيان مصر في الوطن العربي. المؤامرة واضحة جدا وأي متابع للشأن السياسي يفهمها. مجرد سماع خطبة خامنئي أمس يوم الجمعة نعرف الخطة اللي وراها. خامنئي شنو قال؟ حرفيا وجهها باللغة العربية كأنه هو يقصد يقول لكم أصحوا يا مصريين، فهموا أنتوا وين رايحين والمشكلة وين رايحة. الرجل شنو قال؟ قال أحداث مصر هي بداية عالم إسلامي جديد بقيادته، هو بيقود العالم الإسلامي، هو مثل ما هو مرشد أعلى للإيرانيين بيصير مرشد لنا إحنا كل بونا، بالتالي هو راح يقود العالم الإسلامي طبعا من خلال ترابطه مع حزب الإخوان المسلمين. كلنا شفنا خالد مشعل أمس، واحد طلع في المحور قال صديقي خالد مشعل وهو رجل شريف، على عيني وعلى راسي صديقي هو رجل شريف، لكن هذا الرجل يمثل تيار الإخوان المسلمين في غزة. هذا الرجل استقبل في إيران استقبال الرؤساء والملوك، واضح أن هناك تحالف بين إيران وبين الإخوان المسلمين، دفعت ضحيته مصر. أنا لا أبرئ الرئيس حسني مبارك أو النظام المصري من بعض الفساد أو الفساد الموجود، لكن هذا لا يعني أن نهدم مصر لأجل محاربة بعض الفساد. يا جماعة في دعائنا دائما نقول الأمن في الأوطان، أمننا في أوطاننا، الأمن في الأوطان أهم من أي شيء ثاني. المصري كيف يأمن على نفسه حاليا؟ ما في دولة، ما في نظام. الاستقرار مهم لمصر حتى للإصلاحات اللي أنتوا تبونها. أكرر المطالبة في التغيير بإطار سلمي حق مشروع لأي مواطن، لكن مو بهذه الطريقة يا أخي. بس حكم عقلك، قيس، عيدوا أشرطة، إذا عندكم إخوان في المحور عيدوا أشرطة من الاعتصام اللي كان في بيروت وحطوا مقارنة، اقسموا الشاشة نصفين، حطوا اعتصام بيروت، اعتصام السولدير في بيروت واعتصام التحرير في مصر، نفس الشيء، نفس الناس، نفس الفكر، نفس الثقافة، نفس المنهج، نفس الشيء، حرفيا نفس الشيء. يا جماعة في كتاب اسمه لعبة الأمم، الكاتب أمريكي اسمه كوبلاند أعتقد، ترجمة أنيس منصور في اللغة العربية. هذا الكتاب يشرح فيه خطة ألان دلس، هو خامس رئيس للسي آي إيه وصاحب الفضل بجعل أمريكا قوة عظمى. الكتاب يشرح الخطة شلون يبي يحافظ على أمريكا قوة عظمى. مشديان مرة في الحرب حط الخطة مات الحرب، فسألوه قالوا له شلون تحط الخطة مات الحرب واحنا داش خلين حرب الحين مع العرب مع مصر؟ قال قادة العرب، انا مواليد حلب وانا افهم في العرب، قادة العرب لا يقرؤون، او العرب بشكل عام شعب لا يقرأ، واذا قرأ لا يفهم. يليت كل مصري اليوم يروح يشتري كتاب لعبة الامم بس يقرأ المخطط الامريكي اللي حاصل في المنطقة واللي حاصل في مصر. ارجوكم اناشد كل مصري شريف، حافظ على بلدك راح تحافظ علينا احنا،
حافظ على مصر راح تحافظ علينا احنا بالتالي ككويتيين كعرب. اذا حافظتوا على مصر راح تحافظون على الكويت، راح تحافظون على السعوديه، راح تحافظون على البحرين، راح تحافظون على كل المنطقه العربيه. احنا برقبه مصر. ارجوكم استاذه فجر الحقيقه ارجوك بس اكمل هذه الجزئيه المهمه. فضل. مصر طول عمرها تضحي لاجل العرب، طول عمرها دخلت في تحديات لاجل العرب، ضحت في اقتصادها، ضحت في ارواح الشباب في حرب 48، في حرب اليمن، في حرب 67، في حرب 73. طول عمر مصر دورها وضعها الاقليمي، القدر جعلها تحاول انها تكون هي الام الحنون للعرب، وضحت لاجل العرب. كملوا تضحياتكم لاجل العرب، حافظوا على بلدكم عشان تحافظون علينا. سقوط مصر هو سقوط للأمة العربية كاملة. إذا كانوا من خلال الإعاز لصدام حسين في غزو الكويت استطاعوا أنهم يسقطون الحس العربي داخلنا، فحاليا في محاولتهم لإسقاط النظام المصري يسقطون العروبة كاملة. بعد مصر ما في شيء اسمه عروبة، ما في شيء اسمه قومية عربية، ما في شيء اسمه اتحاد عربي. انا قلت عندي في الكويت، قلت كلمه، قلت هذا دور الجامعه العربيه حاليا. تعلن اجتماع، تنادي الجامعه العربيه باجتماع لانقاذ مصر من اللي قاعد يصير. لكن شلون احنا نطلب من الجامعه العربيه انها تنادي في اجتماع، وامين عام الجامعه العربيه في اول يوم الازمه اعلن نيته للترشيح لرئاسه مصر؟ يا اخي اعرف ايش يصير، الوضع وين رايح، بعدين اعلن نيتك للترشيح. دورك أنت الآن تجمع الأمة العربية، لا تفرقها. لكن للأسف اللي حاصل الكل قاعد، أنا اسمحوا لي أيضا إذا تسمحوا لي في النقد، أنا أنتقد أيضا النظام المصري. الأزمة أثبتت أنه هو إعلاميا سيء، سياسيا سيء، أمنيا سيء. إعلاميا شلون؟ إدارة الأزمة تركت الساحة فاضية للجزيرة. مو الحل اني انا اوقف الجزيره، الحل اني اعمل اعلام قوي مضاد. حقيقه ما باجامل المحور اعلام قوي مضاد، يمكن تعطلت يومين في بدايه الازمه، لكن بعدها انا احيي حقيقه الدكتور حسن راتب في هذه المناسبه، لان هذا الرجل حسب اللي انا اعرف، انا شفته في لقاء عندكم من يومين، واضح انه هو رجل اعمال، واضح انه هو قاعد يحط من فلوسه ومن جيبه لتقديم اعلام جيد، إعلام يخدم ويواجه وينافس. وأنا أحييه خصوصا أن المركب غرقانة الحين، فاللي يطلع ويحاول يقود هذه المركب يجب أن إحنا نحييه، لأنه قاعد يضحي من فلوسه ومن ماله لأجل مصر. وأستاذة فجر، أعتقد قناة الرأي ضمت على قناة المحور لعدد حوالي 5 ساعات لمعرفة الأخبار والتطورات في مصر. احنا ايضا احنا في قناتنا، قناة سكوب، ضمنا يومين كاملين مع قناة المحور لنقل اخبار مصر. وحقيقة هذا الصح، المفروض منافسة الجزيرة مش باغلاقها ومنعها، منافسة الجزيرة بتقديم اعلام قوي صحيح. للأسف الاعلام اثبت سوء الاعلام المصري. 2، امنيا واضح امنيا انه مهتري تماما. انا لو بيدي القرار حبيب العادل اعدام بدون محاكمة. كل الوزراء السابقين في الوزارة السابقة كلهم يتحولون للمحاكمة، حتى الشريف فيهم يتحمل مسؤوليته السياسية. أتكلم سياسيا، الفشل السياسي اللي الحكومة المصرية وقعت فيه، أنا ما شفت وين علاقات مصر السياسية، وزير الخارجية وينه، وين دور الدول العالمية والعربية، ما حد وقف مع مصر في أزمتها إلا 3 دول كلبونا شفناها، الكويت والسعودية والإمارات والبحرين يمكن. لكن وين الدول العالمية، وين العلاقات المصرية هذه السنين الطويلة؟ هذا فشل ذريع. هذول كلهم يجب أن يحاكمهم رئيس حسين مبارك. رئيس حسين مبارك لا يحكم بذاته، هو يحكم من خلال وزراء، من خلال مجلس الوزراء، من خلال رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية السياسية. أنا سمعت 2-3 تحولوا، لا، كل مجلس الوزراء يجب أن يتحول للمساءلة السياسية بهذا الفشل الذريع، بما فيهم وزير الإعلام. وزير الإعلام لما تجي تسكر قناة الجزيرة لا يعتبر بطولة. لما تقدم إعلام ينافس قناة الجزيرة يجبرني أنا ويجبر المصري اللي قاعد في بيته، المصري المثقف والمصري البسيط، أنه يحط على التلفزيون المصري، هني أنت منعت الجزيرة. لكن
في عصر الانفتاح الإعلامي من الخطأ أن أجي أقول له شيل أغراضك وامش، وواضح أن رغم تسكير القناة الجزيرة لا زالت تبث. إذا أنت منت قادر تسكر حقيقي نافس وقدم إعلام منافس علشان أنت تقدر تستقطب الجمهور. أرجع للنقطة الأولى اللي أنا شرحتها لها المؤامرة على مصر، واسمحوا لي أستفيد بس في هذه الجزئية. أمريكا دخلت العراق في تحرير العراق وإسقاط النظام العراقي نظام صدام. أمريكا واضح جدا أنها فشلت في إسقاط في العراق، مش في إسقاط النظام، هي نجحت في إسقاط النظام لكن فشلت في إدارة العراق. خلنا نسأل سؤال واحد لنفسنا، من هو المستفيد مما يحدث في العراق حاليا؟ المستفيد هي إيران. من هو المستفيد مما يحدث في مصر؟ المستفيد إيران. من هو المستفيد من تشتتنا احنا كعرب باستثناء إسرائيل؟ المستفيد إيران. إذا تحالف إيران مع الإخوان المسلمين رغم أن المذهب الشيعي ومذهب الإخوان المسلمين أيديولوجية مختلفة تماما، ما فيهم نقطة واحدة يلتقون الاثنين فيها، سبحان الله التقوا. أنتوا لو شايفين منظر خامنئي وهو يحتضن فيصل هذا مشعل خالد مشعل، كانوا انصدمتوا في هذا الحب الشديد. أيديولوجية مختلفة تماما، فكر مختلف تماما، ورغم هذا يحتضن كأنه بطل الأبطال. إذا التقوا مع بعض من خلال حزب الله، من خلال تدمير مصر، من خلال تدمير العراق، قضوا على العراق، الحين بيقضون على مصر باشر. والله احنا الكويت بالتليفون، مش 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 في ثورة ولا اسقاط، بالتليفون راح يتصلون تليفون يقولون تسلمون الدولة للإخوان المسلمين ولا نسوي فيكم مثل ما سوينا بمصر. امس الجملة اللي انا قلتها حق الاخ معتز واللي رفض انه يسمعها، قلت له اذا قبلنا على مصر ان يهان رئيسها الشرعي الحالي، بغض النظر إذا كان هذا الرئيس فاسد أم صالح أم غيره، هو شرعيا رئيس مصر، هو من يحكم مصر حاليا وفق للدستور والشرع. إذا قبلنا على إهانته على يد أوباما، وإذا قبل الشعب المصري على إهانة الرئيس حسني مبارك، معناته الرئيس المنتخب أيا كان القادم راح يجي مطأطئ الرأس لأمريكا يوافق على من يرغب. هل تقبلون أنتم كشعب مصري أن تكونون رمز للأمة العربية أم تكونون عبيد عند أمريكا؟ لا أحد يقول لي أنتم الكويت عبيد أمريكا. إحنا مجبرين نكون في هذه الحالة اللي إحنا كنا فيها، إحنا مجبرين، إحنا ناس بلدنا راحت احتلت في ساعتين، مجبرين. أمريكا تدخلت لحل مشكلتنا ولتحرير البلد. طبعا اللي أضفى الشرعية على دخول أمريكا هو مصر حقيقة، من خلال الجامعة العربية أضفت الشرعية باستدعاء القوات الأجنبية. وبهذه أنا أذكر في دور الرئيس حسني مبارك في تحرير الكويت، الكلام اللي قاله في هذه الأحداث، الدور اللي لعبه الرئيس حسني مبارك هو جميل في أعناق كل كويتيين. ما في كويتي شريف ينسى الدور اللي سواء الرئيس حسني مبارك. أكرر يا جماعة، أنتم تتعرضون لمؤامرة باختصار شديد. المؤامرة تقودها إيران والإخوان المسلمين بفلوس للأسف خليجية وبرعاية أمريكية، واضح جدا. أعطيكم أكبر دليل، أمس لما انضرب البايب المصري مع الغاز اللي يودي، عندكم بايبين، واحد يودي الأردن واحد يودي لإسرائيل، سبحان الله انضرب البايب اللي يودي الأردن ما انضرب البايب اللي يودي إسرائيل، هاي شنو هالصدفة؟ اثنين، انضرب البايب اليوم بعدها بساعتين قطر تعلن انها عندها استعداد لتوصيل الغاز الى إسرائيل وبسعر افضل. شنو هالصدف؟ اي عقل يقبل هذه الصدف؟ أي عقل يستسيق هذه الصدف؟ يا جماعة أرجوكم حافظوا على بلدكم عشان تحافظون علينا. إذا أنتم تحبون مصر وتحبون الوطن العربي، حافظوا على مصر عشان تحافظون علينا. اصبغوا الشرعية على وطنكم، عدلوا مثل ما تبون، لكن دون تدخل أجنبي، دون تدخل أجنبي. لا تقبلون، أنتم قادرين، الشباب هذول اللي وقفوا على التحرير وأجبروا رئيس حسني مبارك أنه يطلع في خطابه ويقول أنا موافق على متطلباتهم، هذول يستحقون التقدير.
هذول نفس الشباب بنفس الوطنية وبنفس الحب لمصر، أرجوهم وأترجاهم أنهم خلوا الحياة تمشي ويقبلون التغيير السلمي ويقبلون التعديل الدستوري وفق الدستور وفق القانون، عشان تعبرون في مصر من 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 النفق اللي هي فيه وترجعون البلد تعيش بشكل سليم، عشان احنا نقدر نعيش بشكل سليم. ما يحدث في مصر سيحدث في الكويت، سيحدث في البحرين، سيحدث في الأردن، سيحدث في كل دولة عربية، في كل دولة. يا جماعة سؤال واحد صريح جدا، سوريا من يومين قاموا الشباب قالوا رح نعمل ثورة غضب، نفس اللي صارت في مصر بالفيسبوك وغيره، وقامت أيضا سوريا وقطعت الانترنت. وين أمريكا ما صرحت على سوريا ليش تقطعون الانترنت؟ وين أمريكا ما صرحت على سوريا ليش تحاولون إن إن أنتوا تقتلون الحرية؟ ليش ساكتة عن سوريا وتتدخل في مصر؟ أنا أقول لكم لأن سوريا ترتبط في علاقة جيدة جدا في حزب الله وفي إيران. وين أمريكا عن كاسترو؟ وين أمريكا عن دكتاتوريات في العالم؟ إذا كانت هو ثقافة وفكر أنت ترفض الدكتاتورية، يا أخي في دكتاتوريات في كل دول العالم، ليش مصر بالتحديد؟ أتمنى من المصريين وأرجوهم وأترجاهم بكل عروبة في كل دم عربي في أجسامهم، فكروا في هذا الكلام، فكروا في هذا، فكروا في ليش قاعد يصير هالحكي. صحيح في مطالبات، صحيح في ظلم، صحيح في قمع، صحيح صحيح صحيح، كله صحيح، لكن الحل مو بتدمير مصر، الحل في إعمار مصر، الحل في إعمار بلدكم. أرجوكم أترجاكم أترجاكم بكل دم يسري في عروقكم، حافظوا على مصر عشان تحافظون علينا. أنا آسفة على الإطالة، لكن هاي كلمة حبيت أن المصريين يسمعونها مني. شكرا أستاذة فجر سعيد، مفكرة وكاتبة كويتية الحقيقة رائدة، رسالتك كلها وصلت بكل الحرية، كان ليكي مطلق الوقت معاكي توصلي فكرك وتصورك للموقف. بنشكر لك المشاركة. احنا كده سناء